هناك وجوه تقبل التنكر ووجوه لا تقبل التنكر. الاستاذ عبد الوهاب كاتب في مذكراته انه قبل الثوره فوجئ بان علي الكسار بعته عشان يغني عنده في الفرقه. مع نور الشريف في الاوقات التاليه على دريم. إيهاب توفيق. أعد لك فضيلة. اتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة وحملها على موبايلك. وتقدر تخليها كونتون. إيهاب توفيق أعد لك فضيلة. بكم مرة تانية مشاهدينا، وده معاد فقرتنا الرئيسية التانية والأخيرة في هذه الحلقة. زي ما عودنا حضراتكم كل فترة لازم نتكلم في حاجة تخص يعني نفسياتنا كمصريين وكعرب، ويعني يمكن كمان كستات بشكل عام. بس النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا، وهنبقى يعني بنتكلم فيها أنا وحضراتكم، بس هستنى طبعا أراءكم في الموضوع اللي هنتكلم فيه حالا على أرقام تليفوناتنا الظاهرة قدامكم على الشاشة. دايما بنسمع شكوى من ستات كتير جدا بتقول أنت مش فاهمني، أو جوزي مش فاهمني، خطيبي مش فاهمني. يعني إيه مش فاهمك؟ المشكلة في كلمة مش فاهمني دي هي بتبقى بتعني بيها حاجات كتير. يمكن في ستات ما بتقدرش تعبر عن مصطلح مش فاهمني ده. الراجل بيبقى فاكر ان الست دي جاية من كوكب تاني، فالمفروض يبقى مرفق معاها كتالوج هتقوله يتعامل معاها ازاي، يعني هي تقوله يتعامل معاها ازاي. ده مش حقيقي. الست ما تقدرش تقول للراجل اعمل كذا او قول لي كذا او اتكلم معايا بطريقة الفلانية. بنوصل لمرحلة هو مش فاهمني لما الست بتفضل ساكتة طول الوقت، او بتبقى متوقعة حاجة من الراجل زيادة عن اللي هو ممكن يعمله. يعني مثلا هو ما بيقدرش يقول كلام حلو، فهي تبقى متوقعة منه ان هو يقول كلام حلو، فبتقول ده مش فاهمني، مع ان ابسط حاجة ممكن يعني توصل بيها لعقلها وقلبها ان انت تقول لها اللون ده حلو عليكي. يعني ده في ناس ما بتاخدش بالها اصلا من الالوان. في ست بتبقى قصه شعرها فجوزها مثلا ما ياخدش باله ان هي قصت شعرها او غيرت لونه. انت ما بتبقاش متخيل الموضوع ده تاثيره سلبي قد ايه على زوجتك او على خطيبتك. يعني بشكل عام الموضوع ده بيبقى بايخ جدا على نفسيتها، بتفضل تتراكم حاجات زي دي كتير جدا 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 لحد ما تبتدي توصل لمرحله ان انتوا مش فاهمين بعض. انتوا مش فاهمين بعض عشان انت ما قدرتش تقعد معاها وتعرف هي بتحب ايه ما بتحبش ايه. الناس بتقول ان الست اكثر عاطفه عشان كده هي بتفكر بالطريقه دي. طب لما انت اكثر عاطفه ليه دايما بتستني الراجل ان هو يبادر بمشاعر الحب؟ يعني ما ينفعش هي تروح تقول له انا بحبك او انا عايز ارتبط بيك، لا لازم هو اللي يقول كده. طب ازاي يبقى هي اللي اكثر عاطفه؟ في مشكله، في حاجه في العلاقه دي مش مظبوطه، بتوصلنا ان احنا دايما طول الوقت في خلاف. طول الوقت الراجل شايف ان افكار الست تافهه مع ان ده مش حقيقي، وهي شايفه ان افكاره غريبه وده برضه مش حقيقي. مشكلتكم ان انتوا ما بتقعدوش تتكلموا مع بعض، او بتقعدوا ان انتوا تهتموا مش تعرفوا اهتمامات بعض. سهل جدا نعرف اهتماماتك، بس مش سهل ان انا اهتم بالاهتمامات دي. طيب احنا معانا تليفون. دكتوره امل رضوان استشاري نفسي، صباح الخير يا دكتوره. صباح النور. الو. ايوه اهلا، صباح النور. اهلا بيك يا دكتوره امل. دكتوره دلوقتي احنا قصه ان احنا دايما الراجل الست دايما بتشتكي ان الراجل مش قادر يفهمها او مش قادر يفهم مشاعرها. الجمله دي في ستات حتى بتتكسف تقولها لان الراجل بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده يعني بيستهتر بالامر ده. هو ليه ده بيحصل؟ هو اولا نقول ان المشكله دي موجوده عند الطرفين. هو في
سوء تفاهم او يعني مشكله في التفاهم بين الاثنين، يعني كل واحد مش قادر يفهم، يعني لا المراه فاهمه الرجل ولا الرجل فاهم المراه، وده خطا مشترك. تمام. لكن ان هم كل واحد يفهم الثاني ويعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلقهم مختلفين، مش عشان طول الوقت يبقوا في اختلافات ومشاكل، بالعكس هم عشان كل حد له دور مختلف بيكملوا بعض، هو دي الفكره الاساسيه. فكل حد له اختلافات فكريه واحتياجات مختلفه، هوايات مختلفه، طبيعه حياه مختلفه. طب هم يعملوا ايه عشان يفهموا بعض؟ هو مبدئيا هو يفهم نقطه الاختلاف دي، ان انا كائن مختلف عن شريك حياتي او شريكه حياتي، دي مبدئيا كل طرف يبقى فاهم ان انا هتقبل الشخص التاني وانا عارف ان هو مختلف عني عشان يكملني. تاني حاجة ان انا افهم ان طبيعة الرجل عقلاني اكتر وطبيعة المرأة عاطفية اكتر. فكل واحد، ودي نقطة مهمة جدا، يعني في كتير قوي، ما هي كلمة عاطفية اكتر دي يا دكتورة دايما بتتفهم ان عاطفية اكتر يعني اضعف. لا يعني هي مش قصة كده، قصة انها كائن رقيق قوي عاطفي، يعني هي مشاعرها هي اهم حاجة في حياتها، هي اللي بتحكمها، مش معناها حتى انها ضد العقل، لا بالعكس، ده هو ده اللي بيخليها تقدر تقوم بالدور بتاعها كامل، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها. لا انا بتكلم على ان الراجل دايما شايف ان هي عشان هي عاطفية اكتر فتبقى هي اضعف منه. لا هي دي ثقافة مجتمع، خلل في ثقافة المجتمع اللي بينقل صورة، بيحط صورة للمرأة معينة في انها كائن عاطفي، كائن نكدي، كائن ضعيف. لا ودايما احنا بنربي الراجل على انه حتى ما يعبرش عن مشاعره، ده تلاقي طفل صغير عمره سنتين ثلاثه يقول له ما تعيطش، ما فيش راجل بيعيط، مش عارفه يعني ايه ما فيش راجل بيعيط. لا دي مشاعر طبيعيه جدا، اي حد معرض ان هو لمشكله معينه لازم يعبر عن نفسه، لان الكبت ده كبت المشاعر خصوصا في مصر. ده بيخلي جواه شحنه عنف وعدوانية أو انطوائية فيما بعد، يعني هي بتأثر عليه سلبا على مستقبله وعلى يا إما بيبقى عدواني يا إما بيبقى انطوائي. يعني هو غالبا إن أنا أكبت المشاعر دي أو أعلمه القسوة فبتخليه هو بيطلع إنسان قاسي جامد في المشاعر. لا مشاعرنا دي حاجة جميلة جدا إحنا محتاجينها، دي اللي بتهون علينا حاجات كتيرة قوي، محتاجين إن إحنا رجل أو امرأة إن هو يعبر عنها، ويمكن هو فهم الآخر، هي دي القضية المهمة جدا اللي محتاج اي اثنين مقبلين على علاقة زوجية ان هم يفهموا طبيعة الاخر ويفهم ان الاخر ده مختلف عنه احتياجاته. ودايما المشكلة اللي معظم الناس بتقع فيها ان كل واحد شايف احتياجاته هو ومش شايف احتياجات التاني، شايف احتياجاته هو المفروض من غير ما يقولها التاني ينفذها. ما هو انا محتاج ان انا يعني اصلح التفاهم ده، اشوف بالظبط لازم يبقى في حوار بينهم، كل واحد يعبر للتاني، وكل واحد يبقى حريص انه يسأل التاني انت يعني عايز الحب بشكل ازاي. هي برضو من الاخطاء اللي بتقع فيها ناس ان كل واحد بيدي الحب بطريقته. مفهوم الحب مختلف ما بين شخص للتاني بالتأكيد، وما بين المرأة والرجل هو مختلف، يعني الرجل اكثر موضوعية في الحب، المرأة اكثر رومانسية اكثر خيالية، فكل واحد يدي الحب للطرف التاني بالطريقة اللي الطرف التاني عايزها مش بالطريقة اللي أنا محتاجها. وانس إن أنا أدي الحب للطرف التاني بطريقته هو، هو هيسعد وهو هيديني الحب بطريقته، هذا هيحصل فيه موضوع سعادة في اللحظة دي. لكن هي المشكلة إن كل واحد بيشوف هي نفسها في الكلمة الحلوة، ودي طبعا احتياجاتها الطبيعية، فهو بيبقى عنده خلل في النقطة دي، يقول لها لا طب أنا بشتغل بجيب لك حاجتك، هي دي ده انا بقول لك بحبك بالكلمه دي، لا طب وايه المانع ان انت قولا وفعلا وانت برضو يبقى مش بتديله الحب ده؟ لا هو ازاي ينفذ الكلام؟ هي برضو دي مشاكل سلوكيه يا دكتور، يعني ازاي يعني ازاي هي تقول له حاجه فيعملها من اول مره؟ دي مشاكل سلوكيه عند معظم الرجال، لازم يقول لا مرتين ثلاثه ولازم يعمل مش عارف ايه عشان يحس ان هو، ما هو اتربى على كده. دي مشكله في ثقافه المجتمع، بس محتاجه ذكاء من المراه، هي ممكن تخليه يعمل اللي هو اللي هي عايزاه من غير ما تحسسه انها بتامره او بتطلب منه، ممكن بذكائها، وزي ما بيتقال ان المراه لها حيل كده لطيفه انها تاثر في الطرف الثاني، انها تخليه يعمل اللي هي عايزاه، بس تمام رأي يعني بحريتك انت وباختيارك انت هتعمل اللي انا عايزاه برضه. صحيح. طيب
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة أمل رضوان استشاري النفسي على المداخلة دي. طيب يا جماعة، حكاية إن دايما الراجل بيبقى وهو منتظر من غير ما يقول، أو لو اتقال له اعمل كذا لازم ما يعملش من أول مرة، لأنه بيعتبر إن ده ضعف، بيعتبر إن تنفيذ طلب مش أمر، طلب من زوجته ده ضعف، فلازم يعني إيه يفضل يغلس مرتين ثلاثة كده علشان إيه يحس إن هو راجل، إن هو في الآخر هيعملها، ولو ما عملهاش بتحصل مشكلة أو بتحصل خناقة أو بتحصل جفاف في العلاقة. الحاجة دي ممكن تكون بسيطة جدا، وممكن سيادتك تفهم لوحدك وتعملها من نفسك من غير ما تطلب. يا سلام لو يعني لو عملت الحاجة دي من غير ما تطلب، يا سلام لو قلت كلمة كويسة من غير ما حد يقولك قول كلمة كويسة. المشاعر اللي من النوع ده ما ينفعش تطلب، هي دي المشكلة، هو ده اللي بيحسسنا بجفاف أو مشكلة أو خلاف في العلاقة. على فكرة دايما الراجل بيقولوا اصل انتي لازم تعاملي جوزك على انه طفل، الست كمان طفلة، كل واحد فينا جواه طفل بيحتاج ان هو مع اقرب حد ليه ان الطفل ده يخرج، ان روح الطفل دي تبقى موجودة، ان هو يتعامل بطبيعته على قد ما يقدر. ما ينفعش افضل بمثل حتى وانت في البيت وانت مع زوجتك او انتي مع زوجك. طيب معانا تليفون تاني. الو. طيب التليفون قطع. طيب احنا كنا عايزين بس نقول لحضراتكم ان دي نقطة بسيطة جدا من نقط الخلاف بين الراجل والست، اللي احنا بنحاول نعمله طول الوقت ان احنا نقرب المسافات دي على قد ما نقدر. زي ما قلت لكم المشاعر ما بتطلبش، المشاعر دي هي الحاجة اللي بتساعدنا ان احنا نكمل مع بعض حياتنا رغم كل المشاكل اللي موجودة فيها. المشاعر دي هي اللي بعد سنين طويلة جدا بتعمل حاجة اسمها عشرة. علشان العشرة دي انا ما اقدرش اتخانق، عشان العشرة دي انا ما اقدرش اسيب، حتى لو حصلت مشاكل من نوع تاني انا ببقى مراعية ان الراجل ده عامل لي في يوم من الايام معاملة كويسة جدا، فمش ممكن هعمل معاه اي تصرف مثلا اتخلى عنه فيه. والعكس صحيح، انت تبقى مراعي ان الست دي زوجتك خطيبتك، يعني لازم تبقى مراعي بعد سنين طويلة جدا من العشرة ان الست دي عاملتك كويس. حصلت مشكلة، حصلت اتنين، هنقدر نتغلب على المشاكل دي بالمعاملة الكويسة، بالكلام حتى الكويس، يعني الكلمة الطيبة صدقة. يعني المفروض ان انت بتتعامل مع زوجتك دي على اساس ان انتوا بتكونوا حياة، بتكونوا بيت. كلمة عشرة هي اللي احنا فاهمينها غلط، كلمة عشرة هي اللي احنا مش قادرين متخيلين العشرة دي ان احنا نفضل عايشين مع بعض وخلاص، نتخانق ما نتخانقش، يحصل مش عارف ايه، هي دي العشرة. لا، العشرة مواقف، والعشرة ان انا طول الوقت افتكر للتاني الحاجات الكويسة. طبعا موضوع زي ده مش ممكن يخلص في وقت قليل زي اللي احنا بنتكلم فيه، بس احنا بنوعدكم ان احنا هنحاول ان احنا نتكلم في الموضوع ده معاكم تاني باستفاضة، بس انا للأسف وقتي انتهى، وكمان انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم. يا رب الحلقه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. بكره وبعده اجازه، هشوفكم ان شاء الله باذن الله يوم السبت وحلقه جديده ومواضيع جديده واخبار جديده، وصباح دريم. سلام. حلم حياة. دريم بارك تقدم شخصية هتقابلها جوه البارك. لا 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 لا، أنا عايز وحش على الجنب.